السلام عليكم مشاهدينا الكرام. سافرت اليوم من منطقة أوزود الساحرة بإقليم أنزيلال والمعروفة بشلالاتها العالمية واللي كتعتبر الأعلى إفريقيا بطول 110 الأمتار. كلمة أوزود كتعني الزيتون باللغة الأمازيغية. هذه المنطقة اللي كتبعد على مدينة أنزيلال ب 37 كيلومتر وعلى مدينة بني ملال بحوالي 80 كيلومتر عبر طريق مختصرة وعلى مدينة مراكش ب 150 كيلومتر. بالنسبة لكيفية الوصول من أنزيلال أو من سد بين نويدان كاينة في الفيديوهات السابقة على القناة. هذه المنطقة اللي كيجيو لها السياح من جميع أنحاء العالم وكذلك السياحة الداخلية من مغربنا الحبيب. وبالنسبة للكراء فهو موجود بكثرة، كاينين ديور الكراء ابتداء من 100 درهم وكذلك الفنادق وليزوبيرش ابتداء من 150 درهم وانت طالع، كل واحد على حساب جيبه. بالنسبة للأكل فموجود القهاوي، المقاهي ديال الطواجن سواء في المركز ديال أوزود وكذلك حدا الشلالات. وباش ما نطولش عليكم كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك والضغط على زر الاشتراك الى كتشوف قناة لأول مرة، وفرجة ممتعة.
No.